باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موعدنا النهاردة مع الجزء الثاني من الإصحاح السابع من سفر الرؤيا، ابتداء من العدد 9. عدد 9 بيقول: وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف ومتسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخيل. ابتداء بقى من هذا العدد احنا بنشوف صورة الكنيسة السماوية. الجزء الأولاني من الإصحاح السابع اتكلم على الكنيسة اللي على الأرض، لكن ابتداء بقى من العدد 9 بيتكلم بقى على الكنيسة السماوية في السماء، هيبقى شكلها ايه. وأجمل لقطة اتقابلنا معاها هنا بيقول: وهم بثياب بيض. اللون الأبيض رمز النقاوة والبر. ليه؟ غفرت خطاياهم في دم المسيح. وده شرحه بعد كده في الآية 14، بعد كده هيجي في الآية 14 لما بيقول: وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. فإحنا لما حد بيتعمد بنلبسه ثوب أبيض جميل، وده رمز للحياة الجديدة النقية المغسولة بدم المسيح من الخطية. طب لو الإنسان لما كبر ابتدى يعني يسقط في بعض الضعفات والخطايا، بيجدد تبييض ثيابه بالتوبة والاعتراف. برضو تقابلنا هنا مع سعف النخل، ودي حاجة كانت معروفة عند اليهود بتشير للفرحة والانتصار، وكانوا بيستخدموها عندهم عيد جميل اسمه عيد المظال، عيد مبهج، علامة على الفرح بوصولهم لأرض الموعد، الوطن يعني، الأرض الإسرائيلي اللي كانوا بيحلموا بيها اللي ربنا اداها لهم يعني. ونفس السعف ده استخدموه أيضا مرة تانية يوم دخول المسيح أورشليم. فيصبح المعنى هنا حاجتين: أولا فرحة المخلصين بدخولهم أرض الموعد السمائية، ده من عيد المظال، والحاجة التانية فرحتهم بالملك المسيح، ملك المسيح عليهم، وده المعنى خدناه من دخول المسيح في أورشليم. نكمل مع بعض ابتداء من العدد 10. وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، أمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض، من هم ومن أين أتوا؟ هنا بقى المشهد الجميل اللي قريناه دلوقتي، ازاي السماقين بيفرحوا ويسبحوا بفرحة، ودي حياة السماقين هتبقى كلها فرح كلها تسبيح لأجل الخلاص، والسماء هتشاركنا في الفرح وفي التسبيح والتهليل، الملائكة، وإحنا هنشاركهم أيضا في تسبيحهم، هم يفرحوا لخلاصنا وإحنا هنفرح ونسبح معاهم. بعد كده في العدد 14 نقرأ مع بعض الإجابة على السؤال اللي اتسأل دلوقتي: فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. الضيقة العظيمة، أتوا من الضيقة العظيمة يعني من العالم، زي ما قرينا دلوقتي بتهب عليه رياح التجارب والألمات والضيقات، وعشان كده المسيح قال لنا: من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعني في رياح من الضيقات والألمات، والإنسان لازم يكون صلب وقوي ويصبر على هذه الضيقات. هنا الشرح والتوضيح اللي سمعناه إن اللي جايين دول جايين من الضيقة العظيمة. طيب والثياب البيضة الجميلة اللي لبسوها ديت جت منين؟ قال: ده دم المسيح. فدم المسيح هو اللي بيطهرنا من كل خطية، غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. طيب الدم بيض لهم الثياب وخلاهم يلبسوا ثيابا بيضاء. طب ايه لازمة الضيقة دي بقى؟
قال إن الإنسان بطبيعته اتولد وفي داخله انجذاب وحب للعالم وميل إن هو يترك محبته لربنا، وعشان كده يعقوب الرسول قال إن محبة العالم عداوة لله، لكن ربنا في محبته بيسمح بهذه الضيقات عشان الإنسان يزهد في محبة العالم، زي ما قال القديس بطرس في رسالته قال إيه: من تألم بالجسد كف عن الخطية. فالله يسمح بالألمات وبالضيقات عشان نرتمي في أحضان المسيح ويطهرنا بدمه. وتلاحظوا إن اللي لفت نظر يوحنا هنا واحد من القصوص عشان أثار انتباهه، بيقول له من هم ومن أين أتوا. نكمل مع بعض من عدد 15: من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه ليلا ونهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. نهارا وليلا، السماء لا فيها ليل ولا فيها نهار، ولكن المقصود هنا أنه خدمة لا تتوقف، يعني هم أمام العرش لا يتوقفوا عن التسبيح والفرح والتهليل لوجود الله في وسطهم. وبعدين رجع كمان قال إيه: يحل فوقهم. تعبير جميل، يعني ربنا هيرعاهم ويظلل عليهم زي بالظبط الدجاجة لما بتجمع فرخها تحت جناحيها. فإذا كان هو الراعي الصالح على الأرض هيستمر رعايته برضو لأولاده في السماء، والكل خاضع في حب وبلا تمرد وبلا عصيان. لكن كون أنه هو يقول يحل فوقهم، دي بتفكرني بطغمة الكاروبيم اللي هم تحت العرش، العرش جالس فوقيهم. فهنا بنشوف ازاي احنا في السماء كبشر هنتحول لمركبة كروبيمية، الله يستقر علينا كما يستقر على الكروبيم. نقرأ بقى عدد 16: لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. يقتادهم إلى ينابيع حية، اللي هو هنا بيتكلم على الروح القدس، الامتلاء من الروح القدس. فما نحصل عليه الآن من التعزيات من روح الله القدوس اللي بيعمل فينا ده عبارة عن يعني جزء بسيط، عربون، يعني حاجة كده بسيطة، لكن الامتلاء الحقيقي الكامل من كل ثمار الروح ده بقى في الحياة الأبدية هنحيا به بالأبد في فرح وفي محبة كاملة لم نتذوقها على الأرض. رأي أحد القديسين لما بيقول: أنا أشتهي أن أنا أروح السماء، إذا كنت أنا هنا على الأرض لما ببقى عايش مع ربنا ببقى فرحان وبحس بسلام داخلي، طب في السماء هيبقى الفرح قد إيه؟ طبعا إحنا هنا على الأرض اللي بيعطلنا عن تذوق الفرح الكامل والسلام الكامل مع الله هو الخطية، والإنسان لما يكسل في جهاده. ولذلك إحنا مدعوين أن إحنا نجاهد بصبر ونغصب أنفسنا ونترك الخطية ونتذوق أفراح السماء. وبعدين يقول: يمسح الله كل دمعة من عيونهم. طبعا في الأبدية ما فيش دموع، بل بالعكس في أفراح. وكل الألام اللي كنا بنعاني منها في العالم لا يعود الإنسان بقى يتذكرها ولا تسبب له ألم ولا تجرح نفسيته. إحنا هنا على الأرض ممكن الإنسان يقعد سنين طويلة يفتكر مآسي ويفتكر جراح، ممكن طول عمره يقعد يحكي في قصة إن هو زعلان من فلان عشان عمل معاه كده، ولكن في الأبدية ربنا هيخلينا ننسى كل هذه الجراح وكل أثار الألام اللي عانينا منها على الأرض. ونلاحظ هنا إن لن يجوع ولن يعطش، لأن روح الله سوف يرويه من حياة الله ومن روح الله، يعني من النبيع الحية، فلا يشعر بالاحتياج بل يشعر دائما بالراحة ويشعر بالشبع وبالفرح. يعطينا الرب هذا النصيب الصالح. لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد، آمين. شكراً.